حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتك في رمضان. حديثنا اليوم عن المكملات الغذائية، حيث تختلف مواعيد الوجبات في شهر رمضان وتختلف معها مواعيد تناول المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن، والتي غالبا ما تؤخذ لغرض طبي أو علاجي. يمكن تغيير مواعيد المكملات الغذائية بما يتناسب مع مواعيد الوجبات الرئيسية، إما أثناء وجبة الفطور أو وجبة السحور أو ما بين السحور والفطور. يجب الحرص على تعزيز امتصاص المكملات الغذائية، مثلاً لو كنت تتناول الحديد، احرص على تناول مصدر فيتامين سي معه لتعزيز امتصاصه والاستفادة منه. وكذلك تجنب مثبطات الامتصاص كالكافيين مثل الشاي والقهوة والألبان، فهي كذلك تثبط امتصاص الحديد بشكل كامل للجسم. يفضل زيارة الطبيب ومناقشة توزيع المكملات الغذائية حسب نمط حياتك وروتينك خلال شهر رمضان. هناك مخاطر لتوقف تناول المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب، وخصوصا إذا كنت تأخذها لغرض طبي، حيث أنه من الوارد في بعض الحالات نقص بعض الفيتامينات والمعادن خلال فترة الصيام. والتوقف عن تناول هذه المكملات بدون استشارة الطبيب قد يسبب تدهور في الحالة الصحية. نتمنى أنكم استفدتم من هذه المعلومات، ونتمنى لكم الصحة والسلامة، ومبارك عليكم الشهر.